السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قص الأعمدة، احنا ليه بنقص الأعمدة أصلا؟ وإيه اللي هيحصل لو ما قصتش الأعمدة؟ بص، لما يبقى عندنا برج، البرج دوت مكون من 10 أدوار أو من 15 دور، فالعمود اللي في الدور البدروم شايل فوقيه 12 دور، أما العمود اللي في الدور السادس شايل فوقيه 6 أدوار بس. فحرام لو أنا خليت القطاع والتسليح بتاع العمود في الدور البدروم هو قطاع وتسليح العمود في الدور السادس. اكيد 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 علشان التصميم بتاعي يكون اقتصادي اكتر، انا لازم اعمل ايه؟ لازم اقلل. طيب، اما لو انا عندي بقى فيلا، حته فيلا 3 4 ادوار، فما فيش اي مشكله خالص لو انا خليت القطاع كله مستمر من الاساسات لحد اخر دور. تعال نتكلم على حبه اشتراطات كده ليها علاقه بقص الاعمده. تعال نتكلم، هنقص اعمده، قيمة القصة بتبقى قد ايه؟ تاني حاجة، هنقص منين؟ تالت حاجة، تفصيلة التسليح بتاعة القصة عاملة ازاي؟ رابع حاجة، لما القطاع يقل هل التسليح يقل لازم ولا مش شرط؟ طيب، أول حاجة، احنا بنقص كل قد ايه؟ أولا، أنا بقص كل دورين أو كل 3 أدوار. لو أنا عندي البرج بتاعي مثلا 20 دور، يفضل أقص كل دورين 10 سنتي من الطول، من البي من التي، او كل دورين اقص 5 سنتي بس من البي من العرض. ما ينفعش اقص من العرض والطول مره واحده. يعني لو القطاع بتاعي 40 في متر 20 في الدور البدروم والارضي، 40 في متر 20 هيكون في الدور الاول والثاني 35 في متر 20، يبقى انا قللت من العرض بس 5 سنتي. طب في الدور الثالث والرابع 35 في متر 10، يبقى تقلل حاجه واحده بس، تقلل يا اما الطول او تقلل العرض. طب ليه ما ينفعش اقلل اكتر من كده؟ علشان الاكسنتريستي، علشان ما يحصلش ازاحه كبيره بين مركز الحمل في الدور اللي فوق ومركز الحمل في الدور اللي تحت، فالازاحه ديت تولد مومنت على العمود، وانا مصمم العمود على نورمال بس مش مصممه على مومنت، فيتولد عليه مومنت انا مش مصمم عليه، فيطلع كده العمود بتاعي انسيف. فاذا كل دورين، او لو المنشأ بتاعي ارتفاعه كبير قوي، كل 3 ادوار هتقص من الطول 10 سنتي او تقص من العرض 5 سنتي. طب ساعات بقى او احنا عايزين نحدد للراجل النجار هيقص منين، هيقص من الناحيه دي ولا يقص من الناحيه دي، منين القصه بالظبط؟ موضوع القصه دوت يعتمد كليا على حاجه اسمها الحطه الثابته والحطه العيره، او يعتمد على مكان الحيطه اللي جايه على العمود. ازاي؟ تعال نرسمها كده. لو انا عندي عمود كده وعندي حيطه كده، هوريك الرسم حالا. ده عمود وفي حيطه جايه عليه كده وفي حيطه جايه عليه كده. قول لي كده، العمود دوت لو طوله متر 20 وانا عايز اخد 10 سنتي، بالله عليك هاخد 10 سنتي من ناحيه اليمين ولا من ناحيه الشمال؟ لو انا خدت ال 10 سنتي دي من ناحيه الشمال، الحيطه ديت كده ثابت العمود. ايه يعني الحيطه لما تسيب العمود؟ لا، ما هو الحيطه دي تحتها كاميرا والكاميرا دي متشاله على العمود، زائد ان المعماري شكله باظ، فلازم لازم لازم المنطقه ديت ثابته ما تتحركش. ليه المنطقه دي ثابته ما تتحركش؟ لان المنطقه دي ناحيه الحيطه، فما ينفعش احرك الحته دي. امال الناحيه دي، الناحيه دي منطقه حره، منطقه ينفع اقص منها. لو قصيت منها ايه اللي هيحصل لي؟ ولا هيحصل اي حاجه. ايه اللي هيحصل؟ ان طول الحيطه بس هيزيد شويه، فطول الكاميرا هيزيد شويه 10 سنتي، ولا اي حاجه خالص. فالناحيه اللي على الشمال بنتقلها كده في لوحه المحاور والاعمده عن طريق بولي لاين كده مع سكنس، وديت الراجل بيسميها في الموقع الحطه الثابته. يبقى دي كده اسمها الحطه الثابته، والناحيه الثانيه اسمها الحطه العيره. طيب لو انا عايز اقص من العرض، لو كان العرض دوت 45 سنتي وانا عايز اخد 5 سنتي، يبقى اخد 5 سنتي ديت من تحت ولا اخدها من فوق؟ اخدها من الحته البعيده عن الحيطه اللي هي اللي تحت، فالحته القريبه من الحيطه او الحته اللي عند الحيطه للحته اللي فوق، فالحته اللي فوق اسمها حد ثابت او حطه ثابته. فاذا لما بين للراجل النجار ان اللي فوق دوت تقيل واللي على الشمال دوت تقيل، فدولت ثابتين، فلما تبدا تقص او لما تحب تقص يا عم يا نجار، لو سمحت قص من على اليمين او قص من تحت علشان ما تبوظش المعماري. طيب
هو انا لازم علشان احدد الحد الثابت والحد المتحرك يبقى معايا المعماري؟ اه طبعا لازم يبقى معاك المعماري، ولكن اقول لك انا على حاجه حلوه، بيبقى عندنا العمود كده وعندنا الاجساد كده، الاكس دوت ناحيه اليمين والاكس دوت ناحيه الشمال. طب يا ترى الاجساد دي اجساد قواعد ولا اجساد عمدان ولا اجساد كمرات؟ لا ده ولا ده ولا ده، الاجساد دي هي اجساد حوائط معماريه، يعني الاكس دوت في منتصف الحيطه، يعني هنا انا عندي حيطه تحت ولا فوق؟ تحت. في الحد الثابت بتاعي تحت ولا فوق؟ تحت. طب انا عندي اكس يمين وعنديش اكس شمال، يبقى الحيطه بتاعتك يمين ولا شمال؟ من غير ما ابص على المعماري الحيطه بتاعتي يمين على طول، فلما تبقى الحيطه يمين فالحد الثابت يمين. يبقى اذا انا حددت الحد الثابت والحد المتحرك بتاعي عن طريق مكان الاجساد، لان الاجساد بتعبر عن اماكن الحوائط، صح؟ ساعات بنشوف دي الاكس يكون في النص بالظبط، الاكس يكون في النص بالظبط، فلما الاكس يكون في النص اخد يمين ولا اخد شمال؟ لا يمين ولا شمال، ثبت، هما الاثنين حادين ثابتين، مش هقص من العرض خالص. طب ولما اجي اكل من فوق ولا اكل من تحت؟ لا تاكل من فوق وتسيب اللي تحت مالها حد ثابت. طب احنا ليه ما قللناش من العرض في الحاله ديت؟ لان الحيطه في النص، فلو انت قللت 5 سم يمين او 5 سم شمال الحيطه هتسيب العمود. طبعا ده في حاله مثلا ان العمود 25 والحيطه 25، او لو العمود 25 والحيطه 12. طبعا لو العمود اكبر من كده كان ممكن ياكل من الايه؟ مره من الجنب اليمين ومره من الجنب الشمال. فده كده عرفنا احنا ازاي بنقص العمود. بنقص العمود 10 سم كل دورين من الطول، او بنقص 5 سم من العرض كل دورين، مش بنقص الاثنين مره واحده. طيب بنقص منين؟ بنقص من الحد الثابت، والحد الثابت بنحدده عن طريق الاجساد. طيب بنعمل كمان حاجه معينه كمان في لوحه العمدان، اللي هي بنعكس بقى. يعني ايه بنعكس؟ يعني ببدا بقول للراجل المسافه من الاكس لاخر العمود كام، والمسافه من الاكس لاخر العمود كام. هيطلع طبعا نص الحيطه يا اما 12 يا اما 6، ده في حاله الحيطه، يا اما 25 يا اما 12. طب ده كل ده فين؟ كل ده في الخرسانه. طب بالنسبه للتسليح، هو لازم كل ما يقل التسليح يقل؟ ده بقى سؤال ناس كتير بتتلخبط فيه. انا هقول لك، انا عندي عمود 30 في متر 20 خرسانه، ده في الدور الاول والثاني، وعندي عمود ثاني لما الدور الثالث والرابع، لما جيت قصيت العمود طلع 30 في متر 10، وبعدين في الخامس والسادس لما قصيته طلع 30 في متر. التسليح، انا هقول لك الراجل اصلا بيجيب تسليح العمود دوت منين؟ الميوم. ميوم نسبه بتعبر عن نسبه التسليح اعتمادا على القطاع الخرساني. هنقول ان الاريا ستيل هنا هتساوي 1% من ال 120 في ال 30، فلما جينا ضربنا ال 1% في الاريا كونكريت اللي هي 120 في 30، طلع التسليح مثلا يعني 13.6 في 16. فلما يكون التسليح 13.6 في 16، 13.6 في 16، اخده انا كام؟ تسليح العمود طبعا لازم اخده رقم زوجي، يبقى 14 في 16. طيب اعمل ايه بقى في التسليح؟ القطاع هيتغير، 30 في متر في متر 10. واحد يقول لي يا باشمهندس دول 14 16، يبقى على طول 12 16. غلط. ليه غلط؟ بص هنا الاريا ستيت كام؟ 13.6 في 16. ما هو يا باشمهندس لما اخد 1% من الاريا كونكريت الجديده الاريا تسليح تقل. اه الاريا تسليح هتقل، بس مش شرط تقل لدرجه ان هي تقل لحد ما انت تقل سخين. يعني ايه؟ يعني هي كانت اكشوال 13.6 في 16. لو احنا جينا ضربنا ال 1% في الاريا كونكريت الجديده ممكن يطلع 12.3 في 16. هي قلت، هي قلت اكشوال، انما عمليا ما قلتش، لان انا لازم اقرب ل 12.3 ديت الى رقم زوجي، فهيطلع برضو 14 في 16. فمش ثابته يا جماعه، مش ثابته ان انا كل ما اقل 10 سم اطرح سيخين، مش ثابته خالص.
ولا ثابته ان انا كل ما اقل 10 سم اغير القطر من فاي 18 مثلا لفاي 16. لا، احنا كل قصه بنحسب ال 1% هتساوي كام في التسليح، وهكذا بقى احسب ال 1% من ال 30 في متر 10 هيطلع مثلا معايا 9.4 فاي 16، فانا او مثلا يطلع مثلا 11.4 فاي 16، انا اخدها مثلا 12 فاي 16 وهكذا. طيب ده بالنسبه للقطاع. بالنسبه بقى لتفصيله التسليح في الاليفيجن عامله ازاي، انا هقول لك. ده القطاع من تحت وهو كبير، وده القطاع من فوق وهو اقل. طب لو انا عندي سيخ هنا وعايز اطلعه، اكسحه ولا ما اكسحوش؟ السيخ اهو، يتكسح. يتكسح لو كان الميل دوت مش ميل حاد قوي، يعني ما تجيش السيخ يبقى جاي لك كده وتقول ده كده اتكسح، ده كده السيخ مات. امال يتكسح ازاي؟ لو كانت زاويه الميل خفيفه تبقى كده مثلا. طب الكود بيقول لك زاويه الميل كام؟ زاويه الميل بتاعك لا تزيد عن 1 إلى 6، واحد افقي 6 راسي، ده الميل الخفيف بالنسبه للكود. اما لو الميل بتاعك زاد من 1 إلى 6، يعني مثلا كان عندنا مثلا بلاطه فلات سلاب فالسمك صغير قوي، فلما السمك يبقى صغير قوي الكسره هتبقى مايله قوي، فلما تبقى الكسره مايله قوي الميل دوت هيزيد من 1 إلى 6، فساعتها لازم اعمل ايه؟ ساعتها لا، مش هينفع اكسح السيخ، امال هعمل ايه؟ هعمل كده. السيخ دوت هيموت كده، السيخ ده هيموت في العمود كده. طب ومكانه؟ هبدا احط سيخ تاني مكانه. طب السيخ دوت طوله كام؟ السيخ دوت طوله من نقطه الالتقاء ينزل تحت جوه العمود مسافه لا تقل عن ال دي، ال دي 60 الفاي، وفوق ال دي. فاذا طول الحته الجديده، طول الحتة الجديدة ديت هي 2 ال دي، ال دي فوق وال دي تحت دوت. يبقى التفاصيل الخاصة بتفاصيل التسليح اللي ليها علاقة بأصل العمدان. شكرا، السلام عليكم.